وتاني ايدينه ومجهود كبير فرنانديز لتيجانا. فرقتين كبار قوي بيلعبوا النهارده. الان جريس في فرقه هتخرج لازم منه. امروس اثنين والان جريس روشيتو وروشيتو بالعرض ويقدر ياها تتحط في الجول ويجيب الجول للتعادل. بلاتيني بلاتيني اللعيب الكبير قوي 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 بلاتيني متوقع ومتابع من الكوره اللي اتلعبت بالعرض من روشيتو ويجيب بلاتيني بلاتيني جول التعادل. 12 بينية حلوة. هو جول هو جول الجول الثاني لفرنسا واللي يجيبه بلاتيني في الدقيقة 43 الهدف الثاني لفرنسا أحرزه بلاتيني في الدقيقة 43 من الشوط الأول. وتاني فاتنسكو يقطع يلعبها لبوتيت وطويلة قدام لروشيتو وروشيتو بيلعبها لبلاتيني ويجيب الجول الأولاني. بلاتيني بلاتيني يجيب الجول الأول لفرنسا. ميشيل بلاتيني ميشيل بلاتيني يجيب الجول الأول لفرنسا. وزي ما قلت لكم كانوا بيقولوا اهو كرة ملعوبة من ورا شرية وبينفرد بجلي وبلاتيني كابتن تيم فرنسا يجيب الجول الأول لفرنسا.